ولكن ناخد مداخلة هاتفية هامة مع الكابتن الكبير كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. كابتن هاني، مليون مبروك الفوز الغالي النهاردة على النادي الأهلي. حبيبك كريم، ربنا يبارك فيك. الفوز النهاردة زي ما قلت منذ لحظات انه كان فوز عن استحقاق وجدارة، فنيا على مستوى التكتيك اللي عمله النهاردة التكيس، وعلى مستوى أداء اللاعبين كان كل شيء رائع بالنسبة لبيراميدز النهاردة. الحمد لله رب العالمين. طبعا الفضل اولا واخيرا ربنا، الحمد لله سبحانه وتعالى ان هو اكرمنا النهارده. تاني حاجه طبعا دور المدير الفني كان مهم جدا النهارده. اللعيبه تفوقوا على نفسهم برضو النهارده، الحمد لله من كل النواحي كنا الافضل، والحمد لله ربنا كرمنا. وانا بفرج على المباراه النهارده وكان معايا ناس يعني بتحلل كوره، يعني كانوا بيقولوا لي النهارده انت كيس واللاعبين ذاكروا النادي الاهلي كويس جدا قدام فيوتشر، وبصوا على الاهلي ازاي بيقدر يضغط وازاي بيشتغل كويس، عشان كده ردوا للاهلي اللي كانوا بيعملوه قدام فيوتشر، عملوا نفس الاسلوب اللي عمله الاهلي قدام فيوتشر، وقدروا يضغطوا على كل مفاتيح اللعب، وقدروا كمان يمنعوا الاهلي انه يبني لعب بشكل كويس. دي حقيقة. احنا الفرقه بقى لها الايام اللي فاتت كلها واحنا بنتفرج، اللعيبه بتتفرج كلها على يعني كل الايام على لقطات لفرقه الاهلي والماتشات بتاعت النادي الاهلي، فكان واضح طبعا احنا، او وحتى من غير اللقطات، انا عايز اقول لك من غير لقطات فيوتشر انت بتبقى معروف مين يعني في مصر، انت كله عارف بعض يعني، صح. فانت عارف ايه مفاتيح لعب النادي الاهلي، ايه نقط القوه عندهم، ايه الحاجات اللي هم بيعتمدوا عليها في اكثر الوقت ان هم يجيبوا اهداف او ان هم في بنى اللعب عندهم. فالحمد لله ان اللعيبه قدروا تحفظ الكلام ده وقدروا ينفذوا كمان، لان في الاخر التنفيذ برده مهم، لان انت ممكن تقعد تذاكر وتحفظ وتيجي في الاخر ما تنفذش. صحيح. لكن الحمد لله التنفيذ في الاخر كان افضل كمان ما احنا كنا متوقعين، وده بفضل ربنا الحمد لله. المباراه النهارده كان فيها اي لحظه من اللحظات اللي انت شفتها هتبقى صعبه على الفريق، كنت حاسس انه الاهلي ممكن يرجع في اي لحظه من اللحظات؟ بص، لا خالص، انا ما جاليش الاحساس ده خالص من احداث الماتش، يعني من اللي كان بيحصل في الماتش ما جاليش الاحساس ده خالص. بس في الاخر لا، انت بتلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده القدره في اي وقت ان هو ممكن يرجع، ده الطبيعي بتاعه. صحيح. يعني ده طبيعي بتاع النادي الاهلي، لكن كاحداث الماتش لا، ما فيش حاجه خلتني احس ان انا قلقان. عدد كبير من اللاعبين النهارده تالقوا، ان لم يكن كل اللاعبين تالقوا في بيراميدز النهارده، بس تحديدا شفنا رمضان صبحي بتاع زمان، المستوى بتاع رمضان صبحي، الاداء بتاع رمضان صبحي، والاهم الروح بتاعت رمضان صبحي النهارده. حتى كنا بنتكلم انه لو رمضان لعب الموسم كله مع بيراميدز بنفس الروح وبنفس المستوى، الفريق هيبقى في حته ثانيه، وخاصه ان رمضان موهبه كبيره ما حدش يقدر ينكرها. طبعا ما فيش شك في موهبه رمضان خالص. انا مبسوط لرمضان بصراحه، يعني انا مبسوط فعلا لرمضان وبالمستوى اللي هو قدمه. كان باين حتى عليه بعد الماتش ان هو كان مضغوط طبعا شويه، لان هو انت عارف يعني من غير ما نخش في التفاصيل، فهو طبعا كان مضغوط، فهو كان بيحاول يطلع كل اللي عنده، وربنا كرمه، وكان من اسباب الفوز النهارده الحمد لله. انت عارف يا كابتن هاني، حلو لما تبقى مضغوط بس تطلع الضغط دوت لصالح الفريق، الضغط ده ما يطلعكش بره المباراه، وده اللي عمله رمضان صبحي النهارده. طبعا دي شخصيته بقى، شخصيه رمضان، لان طبعا بتختلف بقى شخصيه عن شخصيه، في شخصيه زي ما انت بتقول بتبقى انت مضغوط فمن الضغط ممكن ما تعرفش تلعب اصلا. صح. وفي ناس لا، الضغطه دي بتتحول لحاجه ايجابيه ان انت بتطلعها فعلا لمصلحه الفرقه، وده اللي شفناه فعلا من رمضان. صحيح. عوده احمد الشناوي كمان لحراسه مرمى بيراميدز تدعم كمان حراسه المرمى مع المتالق شريف اكرامي، فالامور النهارده كمان بقت جيده، مش بس المباراه دي، المباريات الماضيه كمان بالنسبه لاحمد الشناوي. بالظبط. وعندنا المهدي كمان من حراس المرمى الكبار، فانا عايز اقول لك ان احنا من الفرق الحمد لله المحظوظين ان احنا فعلا عندنا 3 حراس مرمى كبار، فدي مش موجوده، يعني انت لو قعدت بصيت كده في الفرقه كلها مش هتلاقي فرقه عندها 3 حراس بالشكل ده عندهم الثلاثه دول. طب ده ما بيأثرش، ده ما بيعملكش انت كمدير رياضي ضغط نفسي انه الثلاثه عايزين يشاركوا والثلاثه موهوبين والثلاثه كبار، ما بيعملش اي قلق في غرفه خلع الملابس؟ بص، هو يعني لما تيجي تفكر فيها منطقيا هتلاقي طبعا تحس ان الموضوع صعب، لان انت في الاخر الثلاثه مستوى كبير والثلاثه عايزين يلعبوا، فطبعا الموضوع بتحس صعب، لكن طريقتهم مع بعض والعقليه بتاعتهم هي اللي الحمد لله مش مخليه الموضوع ده في مشكله، يعني هم متفاهمين لدرجه ان هم يعني اللي بيلعب الثاني بيبقى داعم ليه او بيبقى ساند ليه، فدي الحمد لله مش عامله لنا مشكله بفضل ربنا يعني. طيب انا عارف انه انت دايما لما تخش مداخلات يسالوك على مستقبل اللاعبين هيروحوا فين وهيجوا منين، بس انا مش هسالك السؤال بالطريقه دي، هسالك انه الكلام على لاعبي بيراميدز اللي بيتقال كل شويه، ابراهيم عادل ورمضان صبحي وعبد الله سعيد وخلافه من اللاعبين، ده بيأثر على الفريق من جوه ولا الامور ديت مش شغلاكم؟ لا مش شغلهم طبعا، مش شغلهم، لان هم عارفين هم بالنسبه للنادي هم ايه، وهم عارفين ايه دورهم في النادي، والناس دي عارفين ان احنا بنبني عليهم للفتره اللي جايه، حتى في السنين في السنه والسنتين اللي جايين، فلا هم مش شاغلين دماغهم. لكن في الاخر لو في حاجه، انا قلت قبل كده الكلام ده وبقول لك، لو حاجه جت سواء لرمضان او حتى ابراهيم عادل بره مصر حاجه تليق بيهم، احنا مش هنقف قدام حد يعني. انت قلت لي لو بره مصر، لو حاجه في مصر هترفضوها؟
لا غالبا هيبقى لا يعني اصل ليه جوه مصر؟ يعني هم يعني ناس بالمستوى ده ليه يروحوا جوه مصر؟ الافضل لكل الاطراف ان هم يبقوا حتى المنتخب مصر ان هم يبقوا بره مصر. طبعا طبعا. لا ومنطق عشان انت راجل كمان مطلع على اللي بيحصل في اوروبا يعني وفاهم كويس. انا بتكلم الكابتن هاني سعيد النجم الكبير يعني اللي احترف في اوروبا، فانت كمان ما تبيعش لعيب للمنافس بتاعك، لا بما انك انت بقيت منافس كمان. بالظبط، ومش طبيعي ان انت تقوي المنافس بتاعك، هو ده طبيعي يعني. صحيح. طيب بمناسبه المنافسه، الان بيراميدز يعود مره اخرى للمنافسه والفارق قريب، خلاص بقى بيراميدز امن انه يقدر يفوز بالدوري، يقدر يفوز باللقب؟ هتفضلوا مكملين على كده؟ عشان دايما بحس ان بيراميدز كل ما بيقرب خطوه يرجع خطوه واتنين. النهارده فوز على الاهلي المرشح للقب الدوري زيك انت بتقدر تكسبه النهارده، ليه بيراميدز ما يكملش للاخر؟ بص، لازم نبقى احنا مصدقين ان احنا الموضوع بيقرب، وان احنا لا احنا نقدر نعمل حاجه مختلفه السنه دي. ما قدمناش حاجه غير ان احنا كل ماتش من الماتشات اللي جايه تلعب على ان انت لازم تكسب الماتش. طبعا النتيجه دي بتاعت ربنا، انا مش هقدر اتدخل فيها، لكن في الاخر بتلعب انت نازل لازم تكسب الماتش. فما قدامناش حلول ثانيه غير ان احنا نكسب. يعني ماتش النهارده ماتش مهم جدا مع منافس مباشر، طبعا ماتش مهم ما فيش فيه كلام، لكن خلاص هو ماتش وخلص. لان خلاص يعني بالنسبه لنا الماتشات الجايه برده هي مهمه وهتحدد برده احنا رايحين فين. صحيح. مع اي خساره لبيراميدز، واكيد بتسمع الكلام ده، يقول لك انه مشكله بيراميدز انه عنده لاعبين كبار جدا بس الاداره مش قادره تسيطر على الفريق. تسمع الكلام ده؟ طبعا لا، هو دي ولا حاجه بالنسبه اللي انا بسمعه. يعني دي ولا حاجه خالص، بس في حاجات انا ما بفهمهاش. يعني ايه مش قادر اسيطر؟ يعني ايه هو السيطره من وجهه نظر الناس؟ ما انا برضو ما اعرفش ان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه مثلا، ما انا مش عارف ايه هي السيطره. هو بيتقال انه اللعيبه بيراميدز بيروحوا التمارين زي ما هم عايزين، بيلعبوا زي ما هم عايزين، اللي عايز يخش التشكيل هو اللي بيخش التشكيل بمزاجه. بذمتك ده بس انت اكيد بتسمع الكلام ده. انا فرصه بسمعه طبعا، بس الكلام ده من كتر تفاهته يعني مش هرد، ما يتردش عليه يعني من كتر ما هو كلام تافه. يعني هل في منطقيا اي نادي مش بيراميدز، اي نادي في التاريخ في مصر هيجي اللعيبه بتاعته تروح التمرين زي ما هي عايزه، واللي عايز يلعب هيلعب، واللي مش عارف فين ده يا جماعه بيحصل كده؟ ده ما بيحصلش في الطبيعي، فما بالك بقى يكون نادي ليه اداره يعني محترمه وليه لعيبه كبار هم عارفين مسؤولياتهم، يعني عارفين هم ليهم ايه وعليهم ايه. وهرجع اقول لك في الاخر، مفيش فريق في اي حته ما بيحصلش فيه مشاكل خلال السنه، ده طبيعي طبعا جدا. طبعا طبيعي جدا، واي حاجه بيحصل فيها مشاكل، بس في الاخر في حاجه بتحكم الحاجات دي كلها، يعني في لائحه بتحكم الحاجات دي كلها. والله حصلت حاجه، في كل حاجه مكتوبه في اللائحه، وكل واحد بياخد حقه، اللي اخطا بيتعاقب، واللي عمل حاجه كويسه بيبقى ليه حاجه كويسه. فهي دي اللي بتحكم في الاخر. وخد بالك اللي مساعدنا برضو في حته زي دي، ان فعلا زي ما بقول لك اللعيبه عندك كتير عقلياتها كويسه، فما فيش مشكله بنواجهها في الموضوع ده. هايل جدا. احمد ايمن منصور اموره فعلا اتحسمت بالنسبه لنادي الزمالك؟ ساله هو نفسه. انت ما تعرفش عنه إيه؟ انت ما قلتلوش جدد عقدك؟ اساله. والله احنا اتكلمنا معاه، بس احنا لسه بنشوف هو هيعمل ايه. لكن هو في الاخر سواء هو راح او مشى او ما راحش ما اعرفش. لكن هو ما فيش تجديد تعاقد مع لحد دلوقتي، لسه ما جددناش معاه. ما فيش. كابتن الكبير كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، مليون مبروك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. فوز مهم اكيد وكبير على النادي الاهلي اليوم بهدفين دون رد، بشكرك على كل هذه التوضيحات.